فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث. نعم، ثم إنه بعد الخطبة أذن، أمر المؤذن فأذن أذان الظهر، أذان الظهر لا أذان الجمعة، لأن أذان الجمعة قبل الخطبة. نعم. وصادف أن حجته صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فظن بعض الناس أنه صلاها جمعة، فهذا مما يدل على أنها ظهر، أنه أخر الأذان بعد الخطبة إلى ما بعد الخطبة، ثم صلى ركعتين أي الظهر مقصورة، ثم صلى بعدها، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمع تقديم، وجمع التقديم هو المتعين في هذا اليوم من أجل أن يتفرغ المسلمون للذكر والدعاء والوقوف بعرفة. وأما جمع التأخير فهو في مزدلفة بعد النفور من عرفة، فيجمع جمع تأخير إذا وصلوا إلى مزدلفة من أجل أن يواصلوا السير ولا ينزلوا في الطريق ليصلوا، وإنما يواصلون السير، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا. ودل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة كما يظن أو يتوهم بعضهم، وإنما صلاها ظهرا، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يصلي الجمعة لا هو ولا أصحابه في الأسفار، ما كانوا يصلونها في الأسفار، وإنما كانوا يصلونها ظهرا.